بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن الأورتيك ديسكشن. اللي بيحصل في الأورتيك ديسكشن إن الدم بيدخل من خلال تير في الميديا. الميديا هي الطبقة المتوسطة في the arterial wall، يعني بيدخل بين الميديا والإنتما من خلال تير، وهيفضل يمشي ويعمل شيرينج، يسلخ في الأرتري لحد بوينت معينة. البوينت دي the pressure will exceed the قوة الوول، وهيعمل تير تاني، يعني هيكون ليه مدخل في البداية تير ومخرج في النهاية عشان يسمح بسرعان الدم في اليومن الجديد اللي اتكون، اللي احنا بنطلق عليه كلمة فولس اليومن، ما هوش ترو اليومن. دور الايمجينج في حالة الاورتيك ديسكشن ان هو يشوف الانتمال فلاب، يشوف التو اليومنز ويعرف مين فيهم الفولس ومين ترو، وهيشوف لو في اسوشيتد انيوريزمال دايلاتيشن للاورطه، ولو في كومبليكيشن زي مثلا الرابشر كارديك تامبونات. الكلاسيفيكيشن اوف اورتيك ديسكشن معموله بتو سيستمز، ستانفورد و ديباكي. ستانفورد بيقسمها لتو جروبس او تو كاتيجوريز، واحد بياخد الاسندنج اورطه والارش، واثنين بياخد ما بعد البريكيوسيفاليك فيزلز. اما الديباكي فبيعملهم ثلاثة. مشكلة الستانفورد ان هو احيانا الاسندنج والارش والديسندنج كلهم انفولفد، يعني بياخد ما قبل البريكوسيفاليك وما بعد البريكوسيفاليك، الاسندنج بس انفولفد. فكنا بنقول عليه ايه، كنا بنقول عليه برضو ايه في ستانفورد. لكن ديباكي حل القصة دي وقال لك لا، لو احنا عندنا انفولفمنت للاسندنج والديسندنج على السواء هنعتبره ده تايب 1، لكن لو بيور ascending هنعتبره تايب 2، وهما الاثنين دول كان ستانفورد A. اما تايب 3 مش هيختلف، هو زيه زي ستانفورد B. طيب، من الاهميه بمكان ان احنا نعرف الترو اليومن والفولس اليومن، لان الترو اليومن لو في انترفنشن، لو في اندوفاسكولار تريتمنت ستنتنج، هيكون في الترو اليومن مش في الفولس اليومن. فايه اللي يميز ده من ده؟ والغالبا الفولس اليومن بيكون اكبر من الترو اليومن، عنده مساحة يعني دايلاتيشن اكبر، وبيعمل كومبريشن على الترو اليومن. رقم واحد ان الفولس اليومن غالبا هو الاكبر. رقم اتنين لو احنا الحالة اكيوت فمش هنعرف الاتنين من بعض مين اكبر، ممكن يكون كد بعض. الترو اليومن بيكون في كالسيفيكيشن، اوتر وول كالسيفيكيشن، لو العيان عنده اثروسكليروزز وفي كالسيفايد اثرومتاس بليكس. غالبا اللي بيطلع من التروليومن هو السيلياك والسوير المزنتريك والرايت رينال، بينما الليفت رينال بيطلع من الفولس اليومن. في ساين مهمة في الفولس اليومن اللي هي البيك ساين. بيك يعني بوينتد ايدجز كده بتميز الفولس اليومن، هنشوفها في الصور. البوينتد ايدجز دي كانت ساعدتنا في الابدومن ان احنا نعرف الفري فلويد، الابنورمال فلويد من الفسيولوجيكال فلويد اللي داخل هول اورجانز. في الغالب الاوباسيفيكيشن بتكون اضعف في الفولس اليومن، لان هو فيه كلوتد بلاد، في الدم اللي فيه مش سريانه طبيعي، فبالتالي بيحتوي ثرومبوزد او كلوتد بلاد. ممكن يكون يبقى ثرومبوزد ونشوف ميورال لو دنسيتي، بس لو حالة يعني كرونيك. دي فيميل بيشنت 61 سنة، تمام، باين عندها الديسكشن في الانتمال فلاب، هي عندها اللارجد ثايرويد، وفي ريتروسترنال اكستنشن في الانتيريور ميدياستينم. دورنا في الديسكشن ان احنا نعرف الاكستنشن بتاعه واخد الاسندنج ولا مش واخد، لان لو في انفولفمنت للاسندنج او ارتدى سيرجيكال كيس، لو في لو ما فيش يعني ستانفورد بي، يبقى دي كونزرفاتيف كيس غالبا يعني، وسببها اثروسكليروسيس وهايبرتنشن، فالمانجمنت مختلف. دورنا كمان ان احنا نشوف الاكستنشن الديسكشن وصل لحد فين. في الحاله دي مثلا الديسكشن مكمل لحد الالياك فيزلز. وظيفتنا كمان ان احنا نعرف الترو اليومن والفولس اليومن. هنا ده البيك ساين، الجزء اللي عامل زي البيك او بوينتد ايدج، فده الفولس اليومن وده الترو اليومن. القاعده اللي احنا ذكرناها في التفرقه بين الفولس والترو المتماسك منهم ان ده اللارجر وده السمولر، لكن هنا بس الكونتراست اقوى في الفولس اليومن عن الترو اليومن. ده يمكن بسبب التير، الانتمال تير دي، يعني هنا الانتما
ستورن، فبالتالي الدم بيجي كونسنتريتد في المكان ده، ويمكن كمان التايمينج بتاعنا متأخر سنة يعني في العينة. فأدي عندنا البداية مفيش انفولفمنت في الاسندنج، اذا احنا ما بنتكلمش في ستانفورد اي ولا بنتكلم في الدي بي كي اي 1 و2، احنا كده بيوند ال بيوند البريكوسيفاليك فيزلز، والافضل تشوفها في الكورونال. وهنا في يعني ثرومبوسيس، وبعد كده ده الترو اليومن وده الفولس اليومن، تمام. واللي عمل الاشكال السابق هو الانتمالتير اللي هو الحته دي. هننزل في الابدومين، الاورينتيشن بيختلف، كان الفولس اليومن لاترال والترو ميديال، هنا الاورينتيشن هيختلف، هيبتدي ده يبقى بوستيريور وده هيبقى انتيريور، مهم انها تقول الريليشن بينهم. بعد كده عدى الاورطه هنا من الدايفراجماتيك هايتس، بيجي الترو اليومن ناحيه الشمال والفولس ناحيه اليمين. هنا السيلياك هيطلع من الترو اليومن، بعده السبيرمزنتريك هيطلع من الترو اليومن، الرايت رينال اهو، الرايت رينال اللي هو ده طلع من الترو اليومن، والليفت رينال كذلك. وهنا الديسكشن هيكمل لحد الالياك فيزلز، عندها طبعا اثروسكلروتيك بليكس، وهنعرف ان البليك دي هتكون في الجزء اللي هو الترو اليومن، ده الترو اليومن اللي فيه كالسيفايد بليكس. زي ما ذكرنا الاكستنشن بتاع السكشن تحت هنشوفه فوق في البرانشز بتاعت الارش، تمام. فعندنا البرانشز اوف ذا ارش البريكوسيفاليك اللي هو ده كويس، والليفت كومن كاروتيد والليفت سبكليفيان كويسين. دي عينة تانية 67 سنة، واضح ان عندها في السكشن واخد الاسندنج اورطة اللي هو الجزء ده، واخد جزء من الارش، تمام. فلو احنا هنعمل كلاسيفيكيشن هيكون ستانفورد اي وديبيكي تايب 1، ديبيكي تايب 1 اللي فيه ميكسشر، لكن ديبيكي تايب 2 البيور اسندنج. ده من البيشنت 65 سنة، ونلاحظ ان كل الحالات اللي احنا عرضناهم الايج جروب بتاعتهم من 60 ل 70 سنة، واضح ان عنده ديسكشن، الديسكشن اكستنسيف هنا، واخد الاسندنج والارش ونازل، واخد الديسندنج والابدومينال اورطة، تمام. وعنده مشكلة ان الليفت الرايت كومن الياك اوكلودد، وعامل ستنتنج من الاكسترنال الياك الناحية الشمال للناحية اليمين، عشان كده هنا الكومن الياك الناحية الشمال كبير شوية عشان يغذي، ده بيغذي الناحيتين. يعني عايزين نعرف الترو اليومن والفولس اليومن، هنشوف الاكسيال ايمجز. طبعا الويندو ده مش ويندو بتاع انجيو، التالي الصورة مش واضحة للدرجة، الافضل ان احنا نستخدم الويندو بتاع الانجيو، تمام. واضح معانا هنا ان في انتمال فلاب، تمام، وفي انتمال تير في المكان ده، تمام. هو انفولفينج الاسندنج طبعا، وانفولفينج الارش، تمام، لكن البرانشز بتاعت الارش كويسة مفيش فيها مشكلة. هننزل تحت هنا ده الديسندنج اورطة، من القواعد اللي احنا ذكرناها ان الفولس اليومن اكبر من الترو اليومن، زاد على ذلك البيك ساين اللي هي الايدج البوينت دي. هننزل الابدومن، ده الترو اليومن وده الفولس اليومن، شوف هنا الترو اليومن كومبريست للدرجة، تمام، لكن اهو طلع منه السيلياك وفي جزء من الديسكشن في السيلياك، وبعد كده طلع من سبير ميزنتريك وانفولفد بالديسكشن، تمام. وزي ما ذكرنا ان الليفت رينال بيطلع في الغالب من الفولس اليومن، بينما الرايت رينال طالع من الترو اليومن. وهنا الناحية اليمين الرايت كومن ارياك توتال اكلودد بثرومبس، تمام، وده الناحية الشمال اللي هو هايبرتروفيت شوية عشان هيغذي من خلال الاستنت اللي هو ركبها العيان.